عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جماعة عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنخترع اختراع جاحد جدا، وانا معايا هنا حلويات الست. بصوا حلويات الست، ودي حلويات الراجل، ده حلويات الراجل ودي حلويات الست. طب وديت حلويات الراجل وديت حلويات الست. ان 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 يلا بينا يلا بينا يلا بينا طب تشربهالي معلش المره الجايه. طب انا بعملها كده يا جماعه. بص طبعا انا بنزلها راح اشربهالي كده. انت اللي شربتها لي. بس يلا طبعا يا جماعه نص نص ليمون حلو ومسكر وحلو كده زيكم. طب روح يا سمير روح ارمي الميه دي عشان انا نسيتها اكبها. حط ميه جديده ارميها وحط ميه جديده. سمير اهو سمير مدي بقى بطل يضرب. ميدي 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 سمير امسك هروح اوديها واجي. طبعا حلويات الست لازم تفرح معانا النهارده. طبعا بنوصل نص ليمونه عملاقه، ليمون حلو ومسكر ومقطط، وانا نص ليمونه عملاقه. طبعا هي لسه مليئه بالهرمونات والبتنجانات، فانا هسيبها هنا للاخر. نبدا ندعك 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 بايدينا برده عشان احنا معفنين قوي. نبدا ندعك 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 عشان طبعا لباليب الست تكون نظيفه برضو. حلويات الست ولباليب الست دي لباليب الست دي حلويات الست. بصوا دي بقى حاجه تانية خالص بقى بتاعت دي حلويات الراجل دي. طبعا بقى انتوا عارفينها وديت انتوا عارفينها ده اكيد يعني، بس الواد بس اللي اتفرج عليها. طبعا نبدا نصفها كده لي 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 دغ دغ. طبعا انا لا حبيب الخ اصبر حبيب ده لازم معنا عارف. انا اللي بفتح الباب بس كده اخونها من بره. امال انت من جوه؟ انا جبت ملعقه عشان احط ملعقه خل واحده فقط دي نص. طبعا عادي يا جماعه لا يهمكم. ونبدا نغسل نغسل نغسل. طبعا يوسف وانا حط خطها اهدى. طيب طبعا يوسف هنا وانا هنا، فطبعا هنشوف مين اكلته احلى واجمل والطف. وطبعا لبليب الراجل اهي بتلعب اهي. بصوا معايا واحدة زيها برضه، بس الست بتاعتك ملظلظة خالص، أنا بتاعتي ناشفة شوية. طبعا لما دي الست فرحانة وبصوا بترقص ازاي، دكس 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 بترقص اهي بتتنطط. وأنا اهي طبعا نغسلهم كويس جدا وندعكهم ونطلع مكوناتنا السحرية. أولا رشتين ملح لبيليبي 3 × 10 كده. قد كده؟ 3 حطيت 3 حلو 3 نبدأ نغسل 3 حلو 3 قلب 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 قلب. وطبعا هحط ايه تاني؟ يوهو 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 اضعه خلال عنب. يوهو انا مو عايز خلي العين. هنحط كام ملعقه؟ 1 لا نكسر عن ايه؟ عن 1 يوسف ذهب ليشوفوا شيء. 1 هكذا اطرون 1 هكذا 1. بص يا جماعه تقولوا ده انا هركبه في كف عينين بوتجاز واحط هنا اكله جريل. احنا بنخترع، احنا مفيش حاجه بتوقفنا. بصوا بقى احنا بنعمل في... انا هعمل في ايه؟ بص انا في الطاسه السحريه بتاعتي. طيب يا ابني خش شويه عايز الخل. طبعا يوسف بيعمل هنا وانا بعمل هنا. طبعا انا هبدا اقلب 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 اقلب. لا حلو اقلب اقلب اقلب. طبعا كل ده عايز يدعك لباليب الراجل اهي. لباليب الراجل لازم تفرح معانا النهارده، وبرده لباليب الست ما ينفعش نزعلها معانا. لباليب الست اهي. طبعا دي اسمها حلويات الست وحلويات الراجل. حلويات الراجل اهي وحلويات الست اهي. حلويات طبعا هنحط ايه بقى؟ جبس رمان. هما اصلا اخر حبه نحطه. لا مش تسيبلي شويه هحط هنا لحد ما اغطي كفايه. بس كفايه كده عشان نسيب لي يوسف برده يا جماعه. يوسف انا هحطهم كلهم. بص انا حاطط توم حلوهم كلهم ولا مش حلو؟ حط حط حط. طيب يا جماعه حطيت توم الا توم. انا حطيت توم الا توم معلقه. بتقولي ايه؟ طب معلش يا سمير بعد اذنك اديني طبق زعور هنا. توم الا توم ملعقه. ماشي اوكي عشان ما فيش صغير. شكرا شكرا. بصوا توم الا توم. طبعا بقت لباليب الراجل ولباليب الست لذيذه. الله ينور الله, الله ينور. انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه، بس هدوق في الاخر. ده هقول لك ايه؟ ده جبس رمان وخل بابا. ما انا بص بقى سمير لباليب الست اهي. خلي بابا خلي
رمان واخلي حنب ولبليب الراجل ولبليب الست وادي لبليب الست هنا حبه لبليب بعرض وادي لبليب الراجل لا لا حلو حلو عشان ما ينفعش العيال الصغيره طبعا لبليب العيال الصغيره اهي طبعا نبدا نقلب لبليب الست والراجل ولبليب الاطفال ونبدا نقلبهم كويس ونحطهم عشان ينقعوا كده ويبقوا شطاطير وطبعا صردع الرز انا هاخد شويه رز كام من امي هطبخ رز انا هطبخ رز مع القطتين دول وهعمل بطبخ شويه دي جايك انا بدور واختي هات هات الرز ونبدا بقى في التوابل مرام بس تصبر ان امي هحط الاكل اولا يا جماعه هنحط كزبره وفلفل اسود وبردقوش وطبعا هنحط كل حاجه وما تسالونيش بحطها ليه واسمها ايه بهارات لحمه وكمون ايه شطه وبهارات دجاج ومرق الدجاج وكوارع الدجاج اخصاي وهنحط دقه لا وفقط بس وانا هعمل جنبيه لسان عصفور انا طبعا كل ده هنحطه على النار طبعا بصوا 500 نوع اهو طبعا انا بتاعتي هنسيبها بقى تنقع 500 سنه لو حطيت ايه لسان عصفور سبحان الله ولسان عصفور بيتعمل ازاي مش عارف اخترع بقى مش ده اختراع طبعا يا جماعه احنا بنخترع حاجات غريبه احنا اول مره في حياتنا اصلا من يوم ما اتولدنا نسمع عنها بس احنا اللي اخترعناها برضو ونكمل عصر الليمون يلا حط شويه ميه ونحط الليمونه تبلبط وسط لباليب الست والراجل ملح نسيبها بقى براحتها طبعا يوسف بيكمل اختراعه بس ما عرفش يجيب حاجات اول لما صور الاختراع ده طب لا ما هو ده مع ده يلا بينا بقى نشوف اختراع يوسف الجميل بتاعنا طبعا تعالوا معانا مام ثواني يا تيست دقيقة بابا يبقى يقطع الحتة دي على ما احنا بنعدي بيها بس كده سافرنا افريقيا ورجعنا تاني يلا يوسف ورينا يوسف بتعمل ايه طبعا يوسف يا جماعه عمل ايش انت اللي شايفها اجرات الملح خد الملح تي 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 دي بي تي تي دي دي بي دي بي طبعا يا جماعه يوسف حط ميه ورق الدجاج وملح ولسان عصفور وهيخترع جايب ايه جايب روح شوف تيتك تعالى طبعا ولع النار انا لازم بعمل ايه حط الكبريت عشان ايه بيقوم النار بصوا يلا نرجع لخلاطتنا يلا نرجع لخلاطتنا قبل ما يكتب اولا نرجع التليفون هنا استند وكده يا جماعه احنا سيبنا لبليب الست طبعا دقيقه طبعا ما سيبناهاش سنتين يعني دي دقيقه هنكمل بقى عصر الليمونه فاكرين بقى لنا 50 سنه بنعصر فيها بس برده 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 نعصر برده خلصنا الى الزباله وندعك ندعك ندعك بعدين نشيلها نعصرها 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 ونجيب الطاسه والقوص الجميله بتاعتنا نضعه فيه طبعا هنحطه وخلاص كده طبعا نو طبعا ده هنحطه منه حرام عشان في دبس رمان وحاجات برضه حرام 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 مش هرميه ولكن نو 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 خلاص مش محتاجه مش محتاجه هرجعه وانا
بني ادم يا بني ادم. دي خليها بقى نخترع فيها في الاخر. طبعا هحطها هنا ريحتها جميله. طبعا لازم نفعل شيء. احنا هنعمل وخلاص كده. اوعى الطبق يا جماعه. انا برده انا كل اختراعات عارف. انا وعدت الطبق محا عندك. اولا اقفل ده. طبعا طاسه اهي وطاسه جوزيف اهي. اقفلها واركنه بعيد انجز. اوعى. طبعا طاسه يوسف اهي وطاسه اهي. طبعا انا لازم افعل شيء. هحطها سليم كده اكيد. نو اقطع لبليبي الست قطع كده. طب روح هات لي سكينه. معلش لبليبي الراجل هتبقى سليمه. طبعا لبليبي الست نبدا نقطعها قطع لبليبي. اجري بقى اجري 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 هات لي سكينه. لبليبي الست بتاعتي نشوه. اجري هات لي سكينه حبيبي. ده بايدك. معلش بايدك. هو احنا لازم نوثق سكينه؟ مش لازم برضو. يلا. طبعا بنقطع لبليبي الست اهو. لبليبي الراجل يا جماعه. بصوا لبليبي الراجل. يعني لبليبي الراجل تديني دوره بلبليبي الست. ليبي ليبي ليبي. لبليبي الراجل طبعا ما ينفعش تتقطع. طبعا انا هيموت لو قطعناه. هيموت حرام يا عم. طب انا عايز حاجه. طبعا دي لبليبي ست برضو. طب اجري هات لي. انا هات لي سكينه هقطع لبليبي الراجل بقى وخلاص. لا لبليبي الراجل تبقى حلوه وهي سليمه. يا سمير انا عايزها كده. اجري دقيقه. طيب وانا كمان هقطع على بليبي الراجل للاسف يا جماعه. استنى هقطع الاول عشان انا اجري بقى. اصبر. طيب دقيقتين. لا خلصنا يا جماعه تقطيع لبليبي. هنا يا جماعه هتقولوا جبت تقول لحمه دي منين؟ جبناها من سوق التلات. طبعا يا جماعه انا منقيها لبليبي الست والراجل دي انا منقيها. طب بصوا يا جماعه احنا نوقف عبل ما نخلص. جود باي. طبعا يا جماعه انا طبعا 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 رجعنا لكم تاني. وطبعا انا خلصت لبليبي الست وحلويات الست وحلويات الراجل. وانا لسه هدخل. انا خلاص جاهزه تنزل على المطبخ. بس الحته نفاذه جدا 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 جدا. عديني عديني. وطبعا عديني. طبعا للاسف بصوا لسان العصفور اللي يوسف عمله. طبعا للاسف بصوا لسان العصفور اللي يوسف عمله وعامل ازاي بقى محروق. بصوا عامل ازاي باظ. ايه ده هنحط واحده منها تحت طبعا هننزل بيها على النار وعلى. بس طبعا لازم نحط ميه. طبعا هي اللحمه هتشرب كل الميه. والحمد لله الفخار ما بيحرقش. الفخار ما بيحرقش وبيشيل حراره حلوه جدا. ويا بس كده كتير. ويه يلا بينا على النار. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي طبعا يوسف بصوا عمل جريل. حط ولع النار وعمل جريل. بصوا حطه وحط عليه ايه. ايه ده هوريكم انا بحطه ايه. الحته الاكشن الجميله دي بس هتولع فين شايفين. بس بقى طبعا ضعيف. انا نار اهي. طبعا انا الفخار بتاعه اهو والحمد لله الفخار ما بيحرق. طبعا هو خدها عشان الـ البتاع الجريل بتاعه ده جاي على قدها بالظبط. يعني داخل فيها وسط حشر. خبيتك دي كده الغسله من حته واحده ما ينفعش. ارفع ايوه حطها كده بس. ده لي هنا. لا انا اللي اخترت دي عشان كمان دي واسعه. طبعا يا جماعه احنا هناخدنا دي. فطبعا هبدا احطها عندي. على عندي. طبعا يا جماعه شايفين دي ده طبعا مدور فجاي على نفس اللي عندي. حتى بصوا جاي عليها بالظبط يا جماعه. ده منت كانت البتاع ملهلبه. يا لهوي ده خسرتها في نفس الصوت. عملت شخ وانا لسه ده بتاع اللي هم باظ. ده اللي سمع صوره هو باظ ومش عارف ايه بتاعت العيله دي. ده طويل. طبعا يا جماعه بدات تبقلل وتفسي وتعمل كل حاجه. يوسف هيعمل هنا. يوسف هيعمل هنا. لا هيعمل هنا. يوسف هيعمل هنا وانا بعمل هنا.
احلى حاجه ان الفخار اولا بيشيل سخونيه، ثانيا ما بيتحرقش، ما بيتحرق يعني ما بيحرقش الحاجه اللي جواه، الحاجه اللي جواه دي ما بتتحرقش اصلا 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 اصلا. ويلي وي بصي 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 بيعمل هناك مرات ورا الميه بابسلها وفضي الميه اول نار ما تهب ما بطل ما عرفش الطريقه دي غلط. انا لازم ان اللي معاك عشان دي تعدي على دي والنبي انا اخترت دي. اه سيبر ما هي دي مش كده كده ما تجيش ليه سيبر عشان خاطر دي تعبص بتسرب الغاز من ناحيه واحده وكده بتبوظ مش ناحيه يعني كده بتسرب. اه بس هي كانت بتسخن دي ده هي انا هحط البتاع هي تاني. اه يا حبيبي انا عايز اخش الحمام كده عندي عندي تحط كده عشان اصلي في المواعيد دول. يلا انا كلامي وانا يا جماعه انا بتاع خلاص قرب يصلي انا طبعا عشان خدتي تخليت اخوك يد زعقني كل اللي انت بتطبخه ده اهو عشان كده اقف دلوقتي. بصي يا جماعه بقت عامله ازاي بقت جميله جدا جدا جدا. طبعا يوسف لسه بيعمل هناك اهو ويلي 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 بحط بقى انت مطمئن. الطريقه دي حلوه ولا وحشه؟ طريقتك حلو لو ما نفعتش وطلعوا ليا لسه ما سويتش اخد من سمير هو مش طبخه مش طبخه بابا الطبخه الغريبه الجديده دي طبختي انت كل قاعد فيكم بيعرض الاكل انا دي بعمل فيها كل حاجه قبل كده خدتها معايا البلد وسطت جراد وعملتها فيه سلقته فيه والله. ده انا دي باخدها معايا البلد دي وبعمل فيها جراد. انت عامل الكنكه جريل؟ ايوه يعني الكنكه عاملها جريل. يوسف عامل كنكه البن جريل. جريل ايه ده وبيولع بالكبريت كمان في ايه ده في ايه ده انت بتعمل ايه لبانيه بالست ولا ده ايه بالظبط دي لبانيه بالراجل ومحدش وانا بقول لك بس عشان تايه ابويا ما ينفعش حد اصلا يعرف عشان دي لبانيه بايه الراجل زي اللبانيه اللي بتاع دي الثانيه كانت بقى عايز ايه احط بحط ايديا كده في الخطا وتشرب منه عشان يكون ريحتها حلوه طبعا هيك لموازي المفروض تكون حاطط شويه زيت على البتاع يقلبوا كده الناحيه الثانيه ما ينفرم مسكت. طبعا يا جماعه اجرات للزيت بقى هنقلهم على الاعلى عشان عايزه تتشوه دي بيفتوها اجرات للزيت عايزه يا جماعه تتشلوه. خد يا عم الزيت مش عارف هو فين هناك اهو روح انت بقى. طبعا يا جماعه محتاجين ننقل دي فانا طبعا هضطر امسكها كده ما توسخش وعينيا تتشال ازاي دي؟ حط لي زيت وقول كده هاتهولي يا ابني يلا انت عندك حق. بص يا جماعه ماسكها ازاي؟ انت هتحرق ها؟ روح انت سمير يلا بطل بقى ويلا بص بقى اظبط دي اظبط حطني انا ظبطتها هنبدأ يا جماعة نولع النار. يوسف هيحط بتاعته هنا اوعى انت عود كبريت وهروح اجيب لك الزيت دلوقتي. لا 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 في عود كبريت اهو هولع منين يعني. وايه ده؟ ايه ده؟ ده الجريل سخن مولع يا
بص الجريل الحرق دي عامله دي. انا زق بالقطعه ممكن لا خد 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 لا لا خد ما ده انا خد كله ليه ايه يا جماعه انا خلصت انا بلبي الست بس انا جت لي الست انا لسه ده لسه في الزيت ماما خلصي جرات احطهم في دي جرات الزيت اروح اجيب لي في الزيت يا جماعه انا هكسر الدنيا انا ما يلا بقى عشان انا مستعجل وهو خلص انا لسه شو جي طلع البر خايف بين 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 طبعا على ما يوسف بيعمل اختراعات على ما يعمل اختراعاته هنا ويعمل اختراعاته هنا هنا اكون انا وريتكم السليب بتاعي ان شاء الله هيعجبكم يا جماعه يلا بينا شيل كده نشوف الحته دي شفت ده اسمه بوكسر ولينا فين الطبق اللي قلتها فين يا هلا بقى اخش اشرب من امبارح من غير ميه اه سيبه ميه والله كده سمير امبارح قلت له انا نشرب من مره قال لا انا قلت لك لا انا قلت لك نحسن وبكره مين ها مين مين ها يا جماعه الاختراعات الجميله بتاعتنا يا ابني هات الطبق يا ابني اه ودي عاملها العين كمان هكحط الطاسه بتاعتي يا جماعه عشان ما تكونش خربانه عشان لما المره الجايه اعمل فيها طبقه جديده تكون نظيفه انا كحده بس تفكيك يا خفيف ده قبل الغسل طبعا اتلسعت ابتدوا بقى يخربوا الزيت شو انا ما بحبش غير اللي مشوي ما بحبش المحمر برضه المسلوق المحمر انا عايش كل المشوي لو اكلت منه فراخ خلصت طبختي اكل برضه ودي كانت طبختي اليوم يلا بينا نشوف طعمها طبعا دي قطعه من لبليب الراجل طبعا انتم شايفينها سمينها دي العادي تيجي على النار ولا خلاص اهي اه ندوق بقى لبليب الراجل سخنة يا رام انا عندي لاب العين هاخد معايا الميكروسكوب بتاعك انا خايف الله ما هو ده طعم الطقس اللذيذ تعالوا يا جماعه يا جميله عبارة عن مجموعة بهريز خدوا بقى على يوسف واتفرجوا عليه انا هروح اشرب انا العصافير على يوسف ما يخلص انا ما اعرفش انا هحدي بقى ماما بقى انا ما اعرفش يا جماعه الطاسه دي بتحرق يا زميل يا ايه ده يا زميل انا
انا مشوي ومحمر، انا بعمل مشوي ومحمر. استاذن الطاجن بتاعك يا سمير. خد يا حبيبي بس انا هوقف بوظوه. خد ولا تبوظوه، روح خش اكل عصافير ودوق بقى ماما ودوق الكوكب كله. الا شايف الدخان طالع من عندك يا انت بتعمل ايه؟ يوسف عامل جريل على اظبط لي التليفون. دوق ماما بقى عشان ايه؟ بس دي مسئلية مسئلية خالص. هذا حلو اهو. افرض ما حدش قاعد حمام يا سميرة عمرك. طب يا جماعة ده شوي. قول انا هجيب عود كبريت اكنه ايه؟ اسفي. ان 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 ان. واشوف كده بالسكينة. اشفية. على المديد الصور. طبعا يا جماعه خلاص هي طلعت جميله جدا وانا قربت اخلصها. خشوا بقى على طبخ يوسف. الاثنين على فكره اكبر من بعض. الواد يا جامد مشوي يا بعشق المشوي. تخيل يا جماعه ده بيتسلي بجد. امال انتوا فاكرين اني حطيت زيت وعملت خلطة المشوي وادي ده الشاوي وهو لازم الفحم؟ طب وايه يعني الفحم؟ وحطيت برده الزيت ولزقت وبيقولوا ان انا بعمل فيها ليمونه وانا بعمل ما بصدقش الكلام ده بس يا رب اصدقه ويا ريت اصلا تضحي. مش عارف انا طلع عليا ايه انا صعب ليوان بقى ايه مثلا. عندي دي ميه يا امه عشان اشرب واشرب على طول. الله بابا خد املي لي دي من الفلتر وانا هفتح الفلتر. انا هفتح المحبس وانت املي لي دي من الفلتر. هقلبها لك. سيب اهي. طب يلا اجيبها لك النص. لا يا سمير انا عايزها كده. ماشي روح في النص والله. المايه دي نظيفه. المايه دي نظيفه وانا اشرب منها. انا هفتح المحبس بس عشان تمليني المايه من الفلتر وهرجع اعصره تاني.